السلام عليكم اخوتي. دوك نشوفوا الماء اللي نشربوه حنا في الجزائر من عند مؤسسات السيال. يقول لك تقدر تشرب، جايين هذا فرنسا، هذا دو فيلتر، هذا الفلتر دوزيام، هذا دو فيلتر. الماء راهو جاي، الماء جاي منا، هاي لا رونطري، هاي لا رونطري، جاي الماء منا داخل في لومي فيلتر بالدوزيام فيلتر. حنا نفتحوا ديريكت الدوزيام فيلتر يعني باش نقولوا برك يعني الشعب شوفوا واش راه تشرب برك. بسم الله ما صافي يا شوف، كي تشوفوا هكذا صافي، شوفوا يا ناس واش راكم تشربوا برك. هاد الكوليرا يا ولدي، شوف اكرمكم الله حشاكم وحشا قدركم. شوفوا 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 لاكراس، شوف انا شكيت راهم يجيبوا موسمو، راهم يجيبوا ماشي من الواد، استغفر الله يا ربي، من الواد الحراش. شوف شوف هذا يا ناس راكم تشربوا فيه، هاوليك هاوليك حشاكم وحشا قدركم، هاوليك الله ما على بالي وشنو، مي الله يهدي ما خلق. جايبين القوري فيلم هنا، فيلم هنا هاوليك فيلد، جايبين القوري من فرنسا هكا باش يديهم باردين بالملاير، هاوليك مي با ماشي نقي الماء. يقول لك نتريتي الماء هذا وكذا، راني في بابا علي برك، انا ما كان حشاكم وحشا قدركم وشنو هذا برك، هاوليك هذا اللي كنت تشربوا فيه يا شعب، هاوليك ماشي حنا صديد، اقسم بالله غير ريحه صديد فيه كرفانيز. هذا ماشي، هذا ماشي الكوليرا، هذا هذا ماشي حق ربي اكرم، مانيش حاب نقولها برك، هذا ماشي سلاكتي ذا كوليرا. لا بس الى كوليرا والله راه محنوا علينا يا هاوليك. هيا السلام عليكم، بقاو على خير يعني باش تشوفوا برك، هاوليك واش راكم تشربوا برك.